يعني مثل ما كان عم بيقول جو، نحن متابعين فقرات توصلنا لفقرة أونلاين ميديا، ومتابعين أيضا بالحديث عن العاصفة الرملية معك جوزيف اليوم. بتعرفي دائما هيك اشياء شفناهم بالشتاء، يعني وقت كان في عنا عواصف ثلجيه وعواصف يعني بارد، كنا بفصل الشتاء كان في كثير السوشيال ميديا كانت ناشطه، وخاصه بالنكد والاشياء المهضومه اللي كانت عم بتصير، واللبنانيه دغري يعني بيطلعوا باشياء وافكار حلوه وهيك بتضحك، يعني بيقلبوا الوضع المأساوي ولا شيء مضحك شوي بطريقه ما. اهم شيء نحن الجو صافي عنا اليوم، ما في رمل، ما في شيء. صاروا يقولوا العالم صباح الرمل، صباح الغبره، بطلوا يقولوا صباح الخير. هلا رح نحكي شوي عن هيدي العاصفة. مثل ما كنا عم نقول هي امتدت على تقريبا يعني حوالي 400,000 كيلومتر مربع، وشملت عدة بلدان مش بس لبنان، شمال سوريا، فلسطين، حتى الأردن، مناطق كتير واسعة، تركيا، حتى جزيرة قبرص، يعني في كتير مناطق تأثروا بهيدي العاصفة. مثل ما عم نشوف هون بالصورة، هيدي الصورة التقطها القمر الاصطناعي تيرا التابع لنازا اللي هي الوكالة الفضائية نازا المعروفة كتير، اللي اكيد تاخد بهيك اوضاع تاخد من ساتلايتس من الأقمار الاصطناعية، بتاخد يعني حالة الجو واللي عم بيصير. سو هون مبين انه في عنا يعني سوريا، الاردن، لبنان، فلسطين، وحتى سيناء، يعني كلهم هولي متأثرين بهيدا العاصفة. ومثل ما كنا عم نقول كتير عالم تعرضوا لإصابات، يعني عنا تقريبا 750 حالة اختناق صاروا بين مبارح. بس الشيء البوزيتيف، الشيء الايجابي، انه امبارح كانت امبارح عشيه كان البيك تبعها للعاصفه، بلغت ذروتها امبارح عشيه. سو هلا مثل ما كان عم بيقول الاستاذ عبد الرحمن انه بلشت تخف يعني، وبهالايام الجايه بتفل بتفرقنا قريبا العاصفه. هلا اهم شيء انه ما كان لها اسم، لا ما الحمد لله، لا ما يطلع اول عاصفه اول عاصفه بتضربنا بلا اسم، شيء غريب. هلا اكيد كثير عالم عم تظهر من بيوتها، عندها اشغال، عم تتنقل، مثل ما كنا عم نقول في كثير عالم مضطره تتنقل، سو لازم ياخذوا احتياطاتهم، دائما الكمامات اللي لازم تنلبس، مش هول الكمامات بيا بتعرف اي كمامات، انا جبتهم تفرجيهم للجمهور للمشاهدين انه مش هول الكمامات، الكمامات اللي بيجوا خضر اللي هن بيسحبوا الهواء المضبوط، وكمان بينقوا الهواء بفلتروا اذا بينقوا الهواء في فراج بقلبه، هيدي ماشي بس بتحول الهواء هيك خبرتني بيا. هيدي مش اول خبرتك، الدفاع المدني هو عم يوصل بهيدي المعلومات تحديدا، وحتى الصليب الاحمر الليبي، يعني في حال بدهم يحصلوا على كمامات فيهم يحصل عليهم من هدول المركزين تحديدا، اقرب مركز لهم بالصليب الاحمر اللبناني او الدفاع المدني بيقدروا يلاقوا الكمامات. هون كمان بدنا نوجه تحيه لكل المتطوعين بالصليب الاحمر اللي كانوا هدول اليومين كثير ناشطين وكثير عم بيتعبوا، يعطيهم الف عافيه. كمان لازم نحط عوينات دايما، ان كان عوينات نظر او ان كان عوينات شمس، وخاصه اللي بحط لانسز ما يحط لانسز لانه ما بيسوى بهذا الطقس، يحط عوينات شمس او يحط عوينات النظر العادي بلا ما يحط لانسز. هذا مبين شيء منها غير العوينات. هلا رح نشوف بالسوق. وكمان بذات الوقت اللي عم بيسوق ينتبه كثير على الطريق ويدور الأدوية تبعوله، لأنه يعني مثل إذا بحالة خطيطة ما فينا نقشع كثير بوضوح. كمان نستعمل مرطب لمنخارنا، يعني نستعمل هيك شوي نحط على حفاف منخارنا نوع من المرطب، كرمال إذا عم نتنشأ الغبرة ما ينشف منخارنا وما كمان نتأثر بالغبار. هلا في هذا السؤال يمكن كان لازم نسأله للمختصين بالأرصاد الجوية، بالسيارات لما يكونوا متواجدين على المناطق الجبليه اللي فيها كثير غبار اوكي ورمل تحديدا، هل الادويه رح تساعد؟ رح نقدر نشوف بعضنا على الطريق ولا شو رح يصير؟ هون سؤال كان لازم نوجهه. بس اكيد بكل الاحوال يعني يعني نحن بنعرف بالخطيطه ان كان على جبال ان كان حتى بالمناطق اللي بيكون فيها خطيطه الفلاشر الادويه، حتى يعني ما نزعج غيرنا بالضوء العالي، نضوي الادويه تنبين ان شاء الله يضلوا مبينين، يعني ما بعرف قد رح يبقوا مبينين بين هلالين. مزبوط. واخر شيء اكيد كل العالم اللي عندهم حالات ربو، عندهم حالات ضيق نفس، ياخذوا ادويه تبعولهم، ينتبهوا كثير بهيك حالات، وخاصه الاطفال، يعني اذا بدنا ناخذ اولادنا لمحل معين ناخذ هول البريكوشنز، ناخذ هول مثل التوقيه كرمال ما يصير في عندنا بعدين اعراض لبعدين. طيب نعم. سو هدول كانوا الاشياء هيك بشكل عام اللي كل العالم عم تتداولها، وخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن لانه اكثر شيء هلا بتوصل الرساله عبر هول المواقع. اكيد في عنا كثير عالم كمان عملوا بوست لصور من المناطق تبعولهم، يعني هلا مثل ما عم نشوف على تويتر ستيفاني الشيخ عملت هاشتاج اللي هي هاشتاج العاصفه الرمليه بالعربي اللي كثير ضربت بهاليومين، عملت كثير ترندنج، وكاتبه سيريسلي دهر البيدر، هيدي الصوره ماخوذه بمنطقه دهر البيدر، ومبين قد ايه العاصفه الرمليه غطي. هون اكيد ما رح تبين السياره، ما رح يبين شيء، ما رح يبين شيء، ما هيدي هي. هون كمان عم نشوف يعني يقعدوا ببيوتهم ما يعملوا شيء،
مظبوط. جي ام كمان حاطت from my window. نعم. العاصفة الرملية كمان حاطت هون قديه العاصفة كمان مأثرة بمنطقته. في عنا تشارلي يعقوب كمان هون عم بيوجه تحية لكل الخادمات وهو اللي بيغسلوا السيارات بلبنان لأنه بعد هالعاصفة الرملية رح يزيد كتير شغلهم ورح يهلكوا كمان. اوكي في عنا كمان لارا بيتار من الروشة من السبينينج ويل اللي هو الدولاب بمدينة الملاهي وحتى قديما مبين شيء كمان هل روشة؟ من الروشة مزبوط مبين كمان المينا ورا هيك بشكل كتير مش معقول مزبوط. هنا كمان عنا صورة من سهل بقى وقتها صارت امبارح قصة ضربة العاصفة بيّن قدي يعني عم نشوف السهل قدي كان هيك خضار ونقاوي واجت العاصفة ضربته. كمان في عنا صورة وصلتنا على الهاشتاج صباح اندرسكور صورة اندرسكور لبنان مع انه كان لازم تكون اليوم ما بعرف صباح غبرة لبنان او شيء وصلتنا من قليل تكلة من منطقة بعبدة كمان كانت امبارح كان الطقس هيك كان يعني تقريبا نحولها صورة مخبرة اليوم نعملها صورة مخبرة اندرسكور صباح سو هولي كانوا صور من كذا منطقة من لبنان كل العالم عملت بوست كل العالم نزلت صور وكيد صوروا بطبيعة الحال بهيك وضع لأنه شيء جديد لأنه شيء غريب وكمان بذات الوقت كتير عالم أخذوا هذا الموضوع وحولوه هيك لشيء فكاهي ولشيء مهضوم بذات الوقت. سو رح نبلش نشوف صور انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وكل العالم صارت تتداول. مثلا عنا هاي أول صورة بمناسبة هجاي طلعنا لبرا طلعنا لعبنا برا وعملنا رجل غبرة نحن رجل بالنهاية أمشي طلع من أمره نشي عنا أكيد السلفي المشهورة هون عم يفرجونا أنه ما مبين شيء من الشخص بس مبينين عويناته هيدا اللي حكينا عنه هيدا السلفي مظبوط. هون كمان في عنا شاب عم بأرجل حاطط الكمامة يعني شو بدي خبرك يعني قديه شايف قديه الغبرة بتعمل بقيت نفس يا محلى الغبرة بعد قدام نفس أرجيلي أخذ الوقاية حاطط الكمامة يعني الدوب صار الاختناق عنده مش بضربة واحدة ضربتين. كمان في عندنا صور الصحراء اللي كمان على الجمل كتير كمان داول اوتوستراد بعلبك الهرمي الصباح اليوم بعد ما كان اكيد مبارح الغبرة هيدا عنا... كامل باراد كامل باراد عنا شو بعتشو عن هيدا الموضوع كارل باراد مظبوط. عنا كمان هون هيدي الصورة شوب وعواصف رملية جو لبنان صار مثل جو الخليج الفرق الوحيد ما في مصاري مثل ما نشوف هون السيارات كلهم صاروا لون واحد يعني أنا مثلا سيارة سودة هلا ما بعم بعرفها السيارة عم فتش عليها لأنه كلهم صاروا هيك لونهم. عنا كمان افتحوا كتاب الجغرافيا الدرس الثاني الصفحة الثانية أول جملة بعد الصورة بيتميز لبنان بمناخه المعتدل اشطبوها طلعت كذب اكيد نكته هون انه عن الجو كيف صار انه صرنا هلا جو صحراوي اذا بدنا نقول بالنتيجه نحن اللي غيرنا المعالم الجغرافيه لهالبلد يعني للاسف بتصرفاتنا وباخلاقنا وبالزباله اللي موجوده يعني العالم كله ان كانت الجلوبال وورمينج ان كان حيلا شيء عم بيتغير كله المناخ بكل العالم مش بس بلبنان ويمكن بلبنان لانه عم نشوف اشياء جديده عم ان كان من عواصف ان كان موجات حر ان كان حيلا شيء يمكن نحن ما معودين عليهم او هذا شيء جديد عم بيصير سو بنشوف جديد. كمان عنا هون عزيز المواطن ما في داعي تبوس تراب الوطن شم وشم شم وشم وموت بالوطن كمان وتشاردق موت فيه للوطن للآخر عايها نفس كمان للي ما عنده كمامة لا تقولوا ما عنا كمامات وما فينا نطلع نشتري جبتلكم الحال كمان. في عنا لبنان حاليا الطقس طقس الخليج الأسعار أسعار دبي والمعيشة معيشة الصومال كمان هون عم بينكتوا على الوضع الحالي. كمان اوتوستراد جوني الان هيدا امبارح كمان وقتها كان عم بيصير كل هالقصص. وفي عنا كمان طلبنا غدا تفضل هاي بعرف انت كتير بتحبيها الصورة هي انا كتير لفتتني اول شيء وشهتني كتير والليلة عامله عزيمة وعزمتك لقلها جوزيف تحديدا بس شو الاكل مزبوط هون ما عم هلا انت ما قدرت تميز مزبوط الصورة عرفت كيف بس هي فيها سوشي اوكي لانه كله من التراب كله بيطلع من البحر والبحر فيه تراب وفيه رمل بنفس الوقت السي فود اليوم حضرت لك انا رايس سي فود فما بعرف قد ايه رح تحس هيك بالطعم رح تكون طيبه وعلى جنب شو بتحب اقدم لك لا هلا مش الحال عم شوف كمان المي هونيك كمان هيك ما رح اقدم لك شيء غير مي مثل ما عم نشوف فيها انه هول الصور كثير العالم تداولتها وكثير عالم يعني عملت لها بوست وعملت لها شير وكثير عالم نزلوها على ان كان على الاكونتس تبعهم او ان كان حيلا مطرح بس هول الصور ما معروف من وين السورس تبعهم في كثير صور بيكونوا مبعوتين من بيج معين وفي كتير صور بيكونوا العالم منزلينهم مثل ما نحن هون عم نفرج الصور هن مش تبعنا لنا ومش يعني مش نحن اللي عاملينهم صح. سو الصوره اللي بعدها فتحت الشباك بالغلط لمعك شو صار فيه
خاصة بالسيارة، يعني إذا كان بالسيارة وماشي على الطريق وفتح الشباك بيجي كل الغبرة بوجهه. يعني حرام العالم اللي ما عندهم إيسي بالسيارات عن جد، بهيك حالة ما بعرف شو بيكونوا عم بيعملوا. يمكن تعودوا، بتعرف إنه الإنسان اللي منه قادر يكون في عنده إيسي بهيدا النهار، عرفت كيف؟ يعني حتى صارت إذا بدك صار جسمه مأقلم مع هيدا الموضوع وبيتعود على الحرارة العالية. في عنا كمان الصورة اللي أخذت ضجة على السوشيال ميديا تقريبا هداك الأسبوع، بدنا بحر ببعلبك، كثير عالم تداولت عملوا صورة مقبيلة، بعتنا لكم الرمل هلا بهاليومين بيوصلوا الميت. تنشوف شو فيها. في حالة لا يوجد عندك كمام للغبار، إليك هذا الحل البسيط، صحتك تهمنا. كمان حاطين صورة هيك بتضحك شوي. في عنا كمان بوست بالمدرسة، مين ما نزل بوست عن الغبرة، في واحد قال له أنا، قال له سقفوا له، لأنه كل العالم عملت بوست عن الغبرة، عن العصفة، عن الرمل، عن كل شيء. سو في هذا الصورة، يعني بهذا النهار التلاميذ رح يكونوا مميزين كلهم، يعني كله رح يتزقف له. في الصورة اللي بعدها كمان غنية نامي على صدري، بنعرفك كتير أخذ الضجة، كتير نامي على صدري وتعشد الغمرة، هون كاتبين وتعشم الغبرة. فكمان لاعبين على الحكي. في عنا صاحب مغسل السيارات، شايفينه هون صار مليونير، 10 مليار دولار. بس انتروا ما تغسلوا سياراتكم هلا، انتروا بعد لبكره. وكمان في عنا شاب هون عامل ماسك للغبره، يعني ما عنده كمامه، عامل الحاجه ام الاختراع، قص الجالون وفخوته من فوق من تحت وركبه على وجهه. وفي عنا كمان شكل العرسين بلبنان اليوم، حاطين ديزاين رمل، صاروا ستاتيو العرسين. صاروا ستاتيو وصاروا كلهم هيك لون واحد. واخر صوره كمان صوره شاب هيك طالع من تحت الرملات، اللي هي بعتقد كل لبناني كان امبارح بهيدي الحاله، وهيك مفرجينا ايه يعني معه الشكوش وعم بيطلع من الرملات. انا حسيته عم بيسبح، صار في سباحه بالرمل هلا. لكن ايه مش بعيده، لانه نحن كنا عم نعيش هيدا الشيء امبارح. سو هول كانوا الصور يعني اللي كتير اخذت ضجه على السوشيال ميديا، على تويتر، على فيسبوك، حتى على الواتساب، كتير عالم بعتوها لبعض. وكرمال هيك يعني ناخذ الشق اللي بيضحك من هيك حاله، يعني بعدنا لهلا مواقع التواصل الاجتماعي عم تتداول صور الغبره او العاصفه الرمليه اللي ضربت لبنان والدول المحيطه فينا كمان. يعني بس للاسف يعني قد ايه هذا الموضوع مثل ما بقولوا المضحك المبكي، يعني بنفس الوقت قد ما هو عم بيضحكنا قد ما هو عم ببكينا، لانه للاسف في كثير من الاشخاص عم بيتعرضوا لحالات اختناق، وحالات الاختناق فعلا مؤذيه للاشخاص، للي بيعانوا كمان ايضا من ضيقه نفس اذا عندهم كمان ربو. مزبوط. مشان هيك بيها لازم دائما نكون عندنا وقايه، يكون نحن اخذين احتياطاتنا، وحتى اذا بدنا نكون من السياره للبيت، يعني هذه لو مسافه قصيره نكون معنا كمامه، نكون حاطين عوينات شمس مثل ما كنا عم نقول، يعني نكون قد ما فينا اخذين احتياطاتنا وعاملين وقايه لحالنا كرمال ما نتسبب لشيء. يعني نكون واحد نلتزم دائما بالتعليمات والارشادات يلي بيعطونا اياها، هذا اهم شيء. هلا فيها كمان مثل ما كنا عم نحكي عن لبنان، صار في كثير اشياء حوالى العالم اخذت كثير ترندنج واخذت كثير ضجه على السوشيال ميديا، وكثير عالم حكيوا عنها. ومن اهم ما يمكن كان صوره او فيديو انعرض صار بفلوريدا، وخاصه بالكيب كانافيرال. هلا رح نشوف نحن الفيديو نحن عم نحكي عنه، كثير عالم تداولوا لانه هو شيء غريب صار بالسماء، وكان تقريبا صوب وجه الضوء. هلا بس نشوف الفيديو عم نفهم اكثر. عم نشوف شيء بالسماء عامل هيك مثل زيح او مثل نوعا ما، بس طالع من الارض مش نازل، طالع من الارض. مزبوط. سو كثير عالم خافوا، كثير عالم فكروا انه هول مخلوقات فضائيه وما عرفنا شو الموضوع، وكثير عالم صاروا يعملوا ريبوست لهذا الفيديو كرمال يسالوا العالم انه شو القصه، وهل في يو اف او، وهل في مخلوقات فضائيه، طبق صحن فضائي. ما عرفوا شو هي القصه. هلا هي القصه هو انه هذا صاروخ كان عم بينطلق، يعني عم بيجربوا صاروخ، هو صاروخ تابع للسلاح البحري الامريكاني، وكان عم بينطلق بوقتها، وثاقبت انه هو الشهب اللي عمله، بتعرف الصاروخ طبيعي في وراه بيكون مثل دنب نار، وبذات الوقت كمان لانه الوقت اللي كان عم تطلع فيه الشمس، يعني هول الكومبينيشن تبعهم مزجوا وطلع هذا اللون اللي هيك شوي غريب، على كمان الشكل اللي اخذه الاوفال اللي هيك بيبين انه شيء فضائي، شيء مش طبيعي. سو هذه كانت كثير، كمان كثير عالم بعثوا ايميلات عنا للنازا، كثير عالم سألت خافت، بس هي كان بالنهايه صاروخ. سو كل العالم اللي حضروا هذا الفيديو وما كانوا عارفين بعدين شو طلع انه هذا صاروخ، تجربه لاطلاق صاروخ. ايه هو اتلاس في اسمه الصاروخ، وكانوا عم بيطلقوا. سو هيدي
هيك تنطمن العالم انه ما في مخلوقات فضائيه. هلا يمكن موجودين ما حدا بيعرف يعني. هلا ما في بس لحد هلا ما في دراسات بتاكد انه هذا الشيء صحيح. هذا الشيء كان هيك يعني جولة سريعة على السوشيال ميديا ان كان على تويتر فيسبوك واكثر شيء يمكن الهاشتاج العاصفة الرملية. بعد في كثير عالم عم تعمل بوست واللي ما عمل بوست في بعد يعمل في بعد معنا يومين للعاصفة. سو نكمل هيك نحط صور ونصور المناطق ويبعثوا لنا هن كمان وفينا نتشاركهم صور. يعني ان شاء الله العاصفة بتنحسر قريبا وبنبطل عم نشم الرمل او عم نتمشى الرمل لانه خلص اختنقنا. شكرا لك جوزيف. ميرسي. شكرا على وقتك. بدي اتمنى لك نهار ممتع. وليك كمان.